نعود فنقول بعد هذا كله قال موسى موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. جاء السحرة بعد أن جمعهم فرعون، كفرة فجرة سحرة في آن واحد. لكن إذا أراد الله بعبد خيرا أعانه، هيأ له كيف يطلب الخير. فرعون وجنده ينظرون والناس مجتمعون، لا هم لهم إلا نصرة السحرة، والسحرة قادمون. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. هذا شيء من الأدب، شيء من اللطف، قدماه بين يدي كليم الله، حفظ رب العزة لهما هذا الصنيع أنهم تأدبا مع نبيه. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا. فألقوا حبالهم وعصيهم حتى موسى وهو موسى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وقال في آية أخرى وجاءوا بسحر عظيم فسحروا أعين الناس واسترهبوهم. ألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. السحرة أرباب صنعة ويعرفون المسألة من أولها وآخرها، ويعرفون إلى أي حد يقف الساحر، ومن أي حد تبدأ معجزات الأنبياء والأمور الإلهية المحضة التي لا قدرة لهم بها. فلما رأوا العصا تلقف ما يأفكون قال ربنا فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. هذا جعل فرعون يغتاظ عليهم ويقبل عليهم مهددا وموعدا، ومع ذلك ثبت الله جل وعلا السحرة.